أهلا يا حلوين، قبل ما أبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك والكومنت يسحر مثلكم. أول شي رح أزين معكم تفسير الرسم ليصير شكله أحلى. يلا نبدأ التزيين. راح ابحث في بنترست على الصورة اللي راح ارسمها. احصلت كتير ان الصور كانوا كتير حلوين. من بعد بحث طويل وجدت الصورة المناسبة، ساضعها لكم في الفيديو اذا حبيتوا ترسموا مثلها. ساضع هذه الورقة الشفافة وراء الورقة اللي سأرسم عليها لكي ما تطبع معي بالماركر وما تخرب لي الورقة التي وراها. Thank you.
شكرا لمشاهدتكم الفيديو، وإذا كانت لديكم أي أفكار للفيديو الجاي أخبروني في الكومنت.